السلام عليكم. خليها تصور. صعب، مشهد صعب. هذا ابني عمره 50 يوم، معي زوجتي ومعي اولادي، امور صعبه والله. الله يكون بعون الناس، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يكون بعون الناس، الله يكون بعوننا. الامور صعبه والله جدا، تعبنا، جايين من اخر الدنيا مشي، ولسه لا عالم وين مكملين. احنا طلعنا من هناك من شده القصف ومن شده الضرب، احنا لنا صامدين 32 يوم، 33 يوم. امبارح قررنا نطلع لانه القصف امبارح كان كثير جامد. الاولاد خايفين، الستات خايفين، احنا مش قادرين. الله يكون بالعون. ما فيش حل، وين نروحنا؟ هذه هجرة جديدة، هذه نكبة جديدة للشباب الفلسطيني، نكبة 2023، في نكبة 48، هذا نكبة 2023، وين نروح؟ ألوفات بني آدمين مشردة، ألوفات أطفال ونساء وصغار وكبار وشيوخ، وش ماتوا في الشارع معانا، وش سافوا وارتموا على الأرض، وين نروح؟ مين إلنا غير الله إحنا؟ حرام عليهم. نسوان صغار، نسوان كبار، ورجال ناس رجليهم مقطعة، وأطفال مش قادرين، بقول على الأرض مش قادرين، ناس حاملين أمهاتهم، من وين يروحوا هذول؟ وين يروحوا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، كان اللي كان السبب بس.